علمت قناة شوف تي في أن الفنان حفيظ الدوزي أجرى ليلة أمس الأربعاء عملية دقيقة على مستوى العمود الفقري بإحدى المستشفيات ببلجيكا. وحسب مصادر شوف تي في فإن صاحب أغنية لو كان جا قلبك أجرى هذه العملية للمرة الثانية بعد فشل الأولى قبل أشهر قليلة. ووفق نفس المصادر فإن الدوزي بن مدينة وجدة ما زال تحت العناية الطبية المستمرة لحدود الساعة. وتقاسم الدوزي مع محبيه بمواقع التواصل الاجتماعي صورة له من داخل غرفته بالمستشفى، أرفقها بتعليق قال فيه: الحمد لله على نعمة الصحة، دعواتكم. وهو ما دفع بألاف المتابعين له إلى التفاعل، ومن بينهم وجوه فنية معروفة، حيث تمنى له الجميع الشفاء والعودة للساحة الفنية في القريب العاجل.